السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي أبطال جريد 4، ورجعنا لكم فيديو جديد من قناتنا دكتور ساينس صفاء. أتمنى لو أول مرة تشوفوا قناتنا اشتركوا يا ولاد معانا في القناة، وننزل نعمل لايك تحت الفيديو لو عجبكم. معاكم دكتورة صفاء شعلان. النهاردة إن شاء الله هنحل اكسرسايز اون ليسون 2 سيم 4 المحور الرابع، مادة طبعا الاي سي تي لجريد 4. يلا بينا نبدأ على بركة الله. Question number 1. Choose the correct answer. The first step in problem solving is. أول خطوة أنا عندي مشكلة وعايزة أحلها. أول خطوة عندي هعمل إيه؟ هعمل hypothesis testing، هختبر الافتراض. Asking your teacher، هسأل المدرس. Hypothesis building، هبني افتراض. None of the previous answer. فكروا معايا. برافو عليكم. احنا شرحنا وقلنا في الدرس hypothesis construct او construct hypothesis، يعني ببني افتراض، ببني افتراض ان المشكلة الجهاز مش عايز يشتغل عشان السوكت مش متوصل كويس. كلمة construct بتساوي كلمة building بالظبط. building يعني بناء، construct يعني بناء. يبقى اول خطوة عشان احل مشكلة هعمل hypothesis building او hypothesis construct او construct hypothesis، معناهم كلهم واحد. Number two. Is an attempt to answer your question with an explanation that can be tested. هي محاولة ان انا اجاوب وافكر واحل المشكلة اللي موجودة عندي وافسر للحل بتاعها واختبر التفكير بتاعي. يبقى هي ايه؟ hypothesis building ولا hypothesis testing ولا solving problem ولا none of the previous. طبعا هي برضو hypothesis building، هي تمام. خلي بالك، يبقى الاولانيه دي معناها hypothesis building، والتانيه الجمله الطويله دي ان انت بتحاول تحل المشكله مع ايجاد تفسير وتختبر الحل اللي انت وجدته، هي برضو hypothesis building. تعالوا نشوف التالته. Space is an educated guess about how things work. هو تخمين، كلمه guess هو تخمين علمي عن ازاي الاشياء بتشتغل. انا بخمن ازاي الاشياء دي بتشتغل، يبقى هي برضو hypothesis افتراض. يبقى الثلاث حاجات الاجابة بتاعتهم الhypothesis، اول اتنين hypothesis building، والاخيرة دي التخمين العلمي educated guess هو الافتراض العلمي، هي برضو التعريف بتاع الhypothesis. Number four. To solve a specific problem، عشان تحل مشكلة معينة you must space the problem. لازم تعمل ايه للمشكلة دي؟ لازم اعمل لها زي ما اتفقنا break down، ان انا اجزأها لأجزاء صغيرة وابدأ احل كل جزئية على حدة. Number 5. You should be careful when solving problems that may pose a risk to you during this step. risk يعني خطر. لازم اكون حريص، careful حريص، يعني اجي احل المشكلة لانها ممكن تعرضني لخطر خلال خطوة ايه بقى؟ نفكر مع بعض. عندك hypothesis building، hypothesis testing، data collection، reporting. طبعا احنا قلنا hypothesis building يعني ان انت بتبني افتراض عشان تحل المشكلة. طب hypothesis testing، خلاص انا فكرت المشكلة ممكن تكون في حتة الفلانية، انا هبدأ بقى هنا هطبق الافتراض بتاعي، هعمل له اختبار، يعني اختبار للافتراض اللي انا ظنيته ان مثلا الكمبيوتر مش راضي يشتغل عشان الفيشة مش محطوطة في الكهرباء، فلازم اخلي بالي واكون كيرفول عشان ما اعرضش نفسي للخطر. يبقى امتى تخلي بالك في الحتة دي؟ خلال خطوة الhypothesis testing، اختبار الافتراض بتاعك. Number 6. While turning on your computer، أثناء ما أنت بتشغل الكمبيوتر you found that it was not responding، بتلاقيه مش شغال. You guessed that there was a malfunction. malfunction يعني في خلل أو عيب. In the operating switch، في مفتاح التشغيل. This guess is called، يبقى الافتراض بتاعك أو التخمين بتاعك ده بنسميه إيه؟ بنسميه assumption. assumption البي سايلنت، assumption معناها افتراض، ان انا بفترض ان المفتاح مش شغال او مش محطوط في الكهرباء كويس. Number 7. To provide the proposed solution to solve the problem، عشان
تثبت البروبوزد سوليوشن، الحل الافتراضي بتاعك عشان تحل المشكلة. اوف ذا كمبيوتر سبيكر، بتاع سماعات الكمبيوتر، نوت وركينج، مش شغالة. عفوا. يو ماست فيرست، لازم اول حاجة تعمل ايه؟ هتعمل تيست ذا هايبوثيسيس، هتختبر الافتراض بتاعك، ولا بريبير ذا هايبوثيسيس، هتعد وتفكر في الافتراض بتاعك، ولا فيريفايز ذا سكسس اوف ذا تيست، تتاكد من نجاح التجربه، ولا اسك يور تيتشر، هتسال المدرس بتاعك. انت عندك سماعات الكمبيوتر مش شغاله، يبقى اول خطوه ذا فيرست، اول خطوه هتعملها عشان نشغل السماعات ايه؟ ذا فيرست طبعا هتعمل بريبير ذا هايبوثيسيس، ان انا هحضر او هعد افتراض، هفترض ان مثلا الفيشه مش محطوطه، السوكت من ورا مش محطوط، يبقى دي اول خطوه انا بعملها، ان انا بحط افتراض لحل المشكله بتاعتي. نمبر 8، ذا لاست ستيب ان اورجنايزنج ا تريب از، اخر خطوه لما انا باجي انظم لرحله، اخر خطوة انا عملت كل حاجة خلاص، قلت الرحلة دي رايحة للمكان الفلاني، وقلت هي رايحة اليوم الفلاني والساعة الفلانية، وقلت تكلفتها لكل فرد كذا. اخر حاجة بعملها بحط رولز، بحط قواعد، يا جماعة محدش يتأخر، يا جماعة جيبوا معاكم مثلا لو رايحين مصيف، او تجيبوا معاكم حاجات خاصة بالبحر، يا جماعة ما ترموش حاجة في الباص اللي احنا راكبينه، ما ترموش اي ويست، يبقى بحط رولز للرحلة بتاعتي. يبقى اخر خطوة making a list of rules of the rules. 9، you watched your teacher make sure that the key board cable is connected to the place designated for it. This means that he is taking the space test. هو عمل ايه؟ هو دلوقتي انت شفت المدرس بتاعك بيتأكد ان الكيبل بتاع الكيبورد لوحة المفاتيح في المكان بتاعه المظبوط، يبقى ده يعني ان هو في مرحلة ايه؟ في مرحلة طبعا التستنج، الهايبوسيس تستنج، بيختبر الافتراض بتاعه ان الكيبل ما كانش محطوط، فبيختبر الجزئية دي، يبقى احنا في مرحلة الهايبوسيس تستنج. question number 2، but true or false. Number one, in your daily life، في حياتك اليومية، you don't face معناها لا تواجه any problem when using ICT tools، يعني في حياتنا اليومية انت ما بتواجهش اي مشكلة وانت شغال في ادوات ال ICT او على الكمبيوتر. false طبعا، انا ممكن يقابلني مشاكل كتير، يبقى دي false. Number two, the first step in problem solving is hypothesis testing. بيقول لك first يعني اول خطوة لما اجي احل مشكلة، ان انا هختبر الافتراض بتاعي، لا طبعا، ان هي اول خطوة hypothesis building مش testing، building ان انا هبني فرضية مشكلة فين، يبقى دي برضو false. Number three, when making a guess to solve a problem, this guess is called the hypothesis. لما بتيجي تخمن عشان تحل المشكلة، التخمين بتاعك بنقول عليه hypothesis، that's true، صح طبعا. Number 4، when testing your hypothesis، لما تيجي تختبر بقى الفرضية بتاعتك، it's necessary not to do any test that put you at risk. لازم من الضروري ان انت ما تحطش نفسك في اي اختبار يخليك في حالة خطر او في حالة مشاكل، that's true، صح طبعا. Number 5، problems should not be divided into small parts so as not to be difficult to solve. المشاكل should not be، يعني لا يجب، خلي بالك من كلمة not، لا يجب ان انا اجزأها لاجزاء صغيرة عشان ما تكونش صعبة ان انا احلها، لا طبعا، ده المشكلة لما انا هجزأها هيبقى سهل ان انا احلها، يبقى دي false. Number 6، your success in solving the problem means you succeed in testing your hypothesis. لما بتنجح تحل المشكلة معناها ان انت نجحت في اختبار الفرضية بتاعتك، that's true، صح طبعا. Number 7،
any big problems should be left without solving. اما يكون عندك مشكلة كبيرة لازم ان انت تسيبها بدون حل، غلط طبعا. false. number 8 in the hypothesis testing stage، في حالة اختبار الفرضية، a guess is made about how the problem occurred. لما انت تيجي تختبر الفرضية بتاعتك، التخمين اللي هي كلمة جيس او جيس is made about how the problem occurred، هي بتتكلم عن او انت بتخمن ان المشكلة ظهرت ليه. لا، انا دلوقتي لما بخمن انا عندي مشكلة وعايز ان انا اعمل لها اختبار للفرضية، ان انا بفترض ان السوكت بتاع الكمبيوتر مش محطوط في الكهرباء، فانا بفترض الفرضية دي. يبقى التخمين بتاعي ماليش دعوة هي المشكلة ظهرت ليه، انا عايز احل المشكلة. يبقى انا بخمن how things work مش how the problem occurred، يبقى دي طبعا false. انا بخمن ازاي ان انا احل المشكلة، ازاي الحاجة دي انها تشتغل، مش بخمن هي المشكلة ظهرت ليه. number 9 it's important to break complex problem into small parts when solving them. ايوه لازم اجزأ المشكله عشان اعرف حلها. number 10 if you solve a problem with your colleagues assign each person one section. لما تيجي تحل مشكله مع زملائك في المدرسه لازم تدي كل واحد جزء عشان تبداوا تحلوا المشكله مع بعض. ايوه طبعا that's true. number 3 rearrangement the following step to organize a class trip. هتبدا تنظم رحله مدرسيه، عايزك تنظم او ترتب الخطوات بتاعه الرحله. تعال نشوف. determine what everyone will need to bring with them. بتحدد كل واحد يجيب ايه معاه. decide on a destination for the trip. بتحدد الديستنيشن اللي هي الوجهه، الرحله رايحه فين، بلد ايه. determine when you will go and at what time. انت هتروح امتى والساعة كام. find out the price of trip per student. بتحدد سعر الرحلة لكل طالب. determine how you and your class will get to the destination. بتحدد ازاي الفصل بتاعك هيروح للوجهة دي. اول خطوة طبعا لما انا هاجي هعمل رحلة هحدد الوجهة بتاعتي، الرحلة دي هتروح انهي بلد او هتروح لفين، هتروح للأهرامات، لحديقة الحيوان. يبقى decide on a destination for the trip، بحدد الوجهة بتاعة الرحلة. number 1 برافو. number 2 بحدد لهم هي هتروح يوم ايه والساعة كام، يبقى what time، يوم ايه والساعة كام. number 2 number 3 بحدد لهم سعرها، سعر الرحلة لكل طالب هيبقى كام، يبقى ديت number 3. يبقى هنا 1 هنا 2 هنا 3. number 4 هحدد how you and your class will get to the destination. ازاي انت والجروب بتاعك هيروح للوجهة دي، هتروحوا بالباص ولا هتروحوا بالترين. يبقى دي هتبقى number 4 E، هتبقى number 4. اخر واحدة عندك هتقول لهم everyone will need to bring with them، ايه اللي هم ممكن يجيبوه معاهم، هتبقى number 5. كلام جميل. The next question your friend ask you to go with them to the cinema to watch a movie. زميلك سألك ان انت تروح معاه السينما عشان تشوفوا فيلم، عايزك ترتب الخطوات دي. اول حاجة ask your friend about suitable time for them، بتسأله الوقت المناسب ايه. book يعني تحجز، a movie ticket from the cinema هتحجز تذكرة للسينما. ask your friend what movie they would like to see، عايز يشوف فيلم ايه. انتوا رايحين السينما، فلازم اول خطوة هتقول لصاحبك انت دلوقتي هتروح المفروض هتحجز تذكرة، فهتحجز التذكرة الفيلم ايه. يبقى اول حاجة هتسأل صاحبك انت عايز تشوف فيلم ايه. طيب تاني حاجة هتسأل صاحبك الوقت المناسب، انت عايز تروح الساعة كام، الساعة 6 مساء، الساعة 9، الساعة 4. يبقى نمبر 2 هتسأله عن التايم. تالت حاجة ان انت هتروح وتعمل بوك للتذكرة بتاعة السينما. تنسوش يا ولاد لو اول مرة تشوفوا قناتنا اشتركوا معنا في القناة، ومتنسونيش في لايك تحت الفيديو. نكمل test yourself، ده يعتبر revision عن lesson 1 و lesson 2. هنعمل revision مع بعض استعدادا لامتحانات شهر مارس ان شاء الله. يلا test yourself choose the correct answer. number 1
You can watch wildlife while you are in your home using space technology. انت بتشوف الحياة البرية اثناء ما انت موجود في المنزل بتاعك باستخدام تكنولوجيا ايه؟ نفكر مع بعض. طبعا تكنولوجيا، طبعا عن طريق الـ augmented reality. Number two is breaking down problems into smaller section. بتكسر المشكلة او بتجزأ المشكلة لاجزاء صغيرة and solving them، وبتحاول تحلها. طب دلوقتي انا بجزأها وبحاول احلها، هتبقى spam ولا problem complication ولا problem solving ولا A and B؟ طبعا هتبقى problem solving، حل المشكلة. Number three, if your teacher asks you to solve a complicated problem, you must space the problem. المدرس سألك ان انت تحل مشكلة كبيرة ومعقدة، بأول حاجة تعمل لها break down، تجزأ المشكلة. Number four, the first step to solve a problem is to space. أول خطوة، قلنا يا ولاد أول خطوة عشان أحل مشكلة هفترض فرضية، هبني فرضية، يبقى construct a hypothesis أو building a hypothesis، دي أول خطوة. Number five, space conservation is protecting animal in their natural habitat. يبقى إيه اللي تعرفها؟ هي إن أنا بحافظ على الحيوانات في البيئة الطبيعية، طبعا شرحناها وقلناها في الدرس، هي كلمة الوايلد لايف. الوايلد لايف معناها ان انا بحافظ على الحيوانات في بيئتها الطبيعيه. الوايلد لايف معناها الحياه البريه. نمبر كوتشن نمبر 2 بوت رو اوف فوس، هنحط علامه صح او غلط. ذا انترنال اوف اليفانتس از ان اورجانيزيشن كونسرنيد ويز وايلد لايف، ذاتس ترو. نمبر 2 اني بيج بروبلم شود بي ليفت وذاوت سوليوشن، اي مشكله كبيره اسيبها من غير حل؟ لا فولس طبعا يا ولاد، لازم احل المشكلة. نمبر 3 when making a guess to solve a problem this guess is called the hypothesis test. لما اجي اخمن عشان احل مشكلة، التخمين بتاعي ده يعتبر hypothesis test؟ لا طبعا ما يعتبرش hypothesis test، يعتبر محاولة to solve the problem. يبقى بنفكر how do things to work، بفكر ازاي نحل المشكلة، يبقى دي false. Number four, major problem must be analyzed and divided into smaller parts to easy solution. مشكلة كبيرة بجزها لأجزاء صغيرة عشان أعرف أحلها، that's true. Five, when testing your hypothesis it's necessary not to do any test that puts your at risk. لما تيجي تحل المشكله لازم ان انت ما تحطش نفسك في اثناء حلها، لما تيجي تختبرها ما تحطش نفسك في خطر، that's true. Number 3 complete the following using the words between the breaks: hypothesis, IT specialist, problem solving, augmented reality, hypothesis test. Number 1 Gautam Shah worked as an space in many countries. ووتر شاي، ما شرحنا يا ولاد اللي ما اتفرجش على الدرس يروح يتفرج عليه، قلنا هو عالم بيشتغل كخبير تكنولوجيا IT specialist، يبقى هنكتب هنا كلمة IT specialist. Number 1 Number 2 when making a guess to solve a problem this guess is called a space. يما اجي اعمل تخمينة كده عشان احل مشكلة، التخمينة اللي انا بخمنها دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها hypothesis، افتراض، يبقى number 2 hypothesis. Number 3 there are common steps that you can take to make space easier. في خطوات معينة لازم ان انت تاخدها عشان تخلي ايه اسهل، عشان تخلي حل المشكلات اسهل، يبقى problem solving easier number 3. دي number 3. Number 4 after constructing a hypothesis، بعد ما ببني الافتراض بتاعي you should conduct a، لازم اعمل ايه؟ انا بنيت الافتراض لازم ان انا اعمل له اختبار، يبقى هعمل hypothesis testing. Number 4 هختبر الافتراض بتاعي. Number 5 space allow you to virtually see real world environment، اللي بيساعدك ان انت بتشوف الحياة الطبيعية في البيئات الطبيعية بتاعتها، حاجة اسمها ايه؟ augmented reality،
يبقى دي نمبر 5 الاوجمانتد رياليتي نمبر 5. كده بنكون خلصنا حل الاكسرسايز مع بعض. الفيديو القادم ان شاء الله نبدا نشرح ليسون 3. اتمنى لو عجبكم الفيديو الاشتراك معانا في القناه، ما تنسوناش بلايك على الفيديو، واللي ليه سؤال يكتب لي في الكومنت وهرد عليكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.